أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مرصد الأحداث. نكرس الحديث اليوم مشاهدينا الكرام عن يوم المرأة العالمي الذي دنست ميليشيا الحوثي الإرهابية كرامة المرأة بتلك الانتهاكات التي تمارسها ضد المرأة بشكل عام، إما بالاختطاف أو بالسجن وكذلك بحرمانها أبسط حقوقها في المجتمع، وهذا منافي للأعراف والتقاليد وكذلك للمبادئ الإسلامية والدينية السمحة التي تعطي حقوق المرأة كاملة، على خلاف ما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي الإرهابية التي عانت من خلالها المرأة خلال انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية في السنوات الست الماضية، ما بين تشريد ونزوح واختطاف وقتل مباشر كذلك تعرضت لها المرأة. ماذا تبقى للمرأة اليمنية من حقوق وكرامة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية بعد أن اتخذت منها الميليشيا هدفا مباشرا للانتهاكات العنيفة عبر جهازها الأمني، أعد خصيصا لقمع النساء وتشويه صورتها ووعي المجتمع اليمني؟ نازحات داخليا ومعتقلات تعسفيا ومخفيات قسرا ومعذبات نفسيا وجسديا وقتيلات عمدا، واقع لم يكن ليتوقعه أحد في مجتمع محافظ طالما اعتبر تقدير المرأة معيارا على الرجولة والشهامة، حتى مجيء الجائحة الحوثية التي قلبت كل المعاملات رأسا على عقب. أرقام صادمة في سجل انتهاكات الحوثيين لكرامة المرأة وحقوقها الشخصية المكفولة بالنصوص القانونية، شملت القتل والإصابات الجسدية والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والمنع من السفر والتنقل، إضافة إلى أكثر من 900,000 امرأة نازحة في مخيمات مأرب. ووثقت منظمة سام، وهي منظمة حقوق محلية، في تقريرها أكثر من 4,000 حالة انتهاك من بداية الجائحة الحوثية حتى نهاية العام الماضي 2020، وتتصدر ميليشيا الحوثي قائمة الانتهاكات ضد المرأة بنسبة 70% بحسب تقرير المنظمة الذي قال ببلوغها مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وحتى تتمكن الميليشيا الحوثية من قمع المرأة اليمنية بأشد مستويات العنف والانتهاك المتخصص، أنشأت الميليشيا جهازا بوليسيا من الزينبيات والهيئة الإنسانية من العصبة السلالية الأشد قرابة بالمرجعية الشيعية للميليشيا، وتحددت وظيفة هذا الجهاز القمعي في اقتحام المنازل واختطاف نساء من بيوتهن واعتقال أخريات واستدراجهن عبر شبكات الاتصال والتواصل الإلكتروني ومحال الجوالات، وتوظيفهن في أعمال تجسس لجمع معلومات ميدانية عن الخصوم المناوئين للميليشيا أو ممن تفترضهم كذلك. وإمعانا في انتهاك حقوق المرأة وحرياتها الشخصية، انتهجت الميليشيا حملة مصادرة لخصوصيات المرأة في الملبس والعمل، وصولا إلى منعها من خدمات الصحة الإنجابية بفتاوى سياسية على غرار الطريقة الإيرانية في تجريم وسائل تنظيم النسل. شكرا للزملاء الذي عدوا لنا هذا التقرير، وللحديث أكثر معنا عبر سكايب الأديبة والكاتبة الدكتورة نجلاء العمري، رئيس ملتقى كندا الثقافي. أسعد الله مساءك دكتورة نجلاء، وكل عام وأنتم بألف خير. أسعد الله مساءكم، أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك دكتورة نجلاء، سعداء لانضمامك معنا في هذه الحلقة للحديث عن يوم المرأة العالمي. وللأسف يعني نتحدث في مثل هذه الظروف المأساوية الصعبة، نتحدث عن قتل، تهجير، تفجير، استهداف، انتهاك، سجون، وضع المرأة في الصفوف الأمامية، تجنيدها لعمليات استخباراتية لميليشيا الحوثي الإرهابية. قبل أن ندخل ونخوض في هذه التفاصيل وعن ما تعيشه المرأة اليمنية اليوم في ظل سيطرة الميليشيا الإنقلابية، حدثينا عن هذا اليوم وماذا يعني لكن أنتم النسوة اليوم العالمي. اليوم العالمي للمرأة يعني هو يوم مثل كل الأيام يجسد النضال التي تقوم به النساء في سبيل حياتها وفي سبيل حياة أسرتها،
فيعني هو لا جديد في مثل هذا اليوم إلا تذكير العالم إلى أي مدى المرأة تخوض نضالات متعددة، سواء فيما يتعلق بالحياة اليومية وإدارة الأطفال، ويعني في وضع مثل وضع اليمن، أيضا البحث عن يعني الغذاء والإمكانيات المادية التي تساعدها على إعالة أولادها وأسرتها، لأن غالبا هناك يعني أزواج يعني في جبهات أو في أعمال أو نازحين أو أشياء كثيرة، فالمرأة في مثل هذا اليوم هي التي تحمل العبء كاملا سواء لها يعني أو لأسرتها. هذه في الظروف، ظروف انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابي، لكن عندما نتحدث عن دول مستقرة، ما الذي يميز هذا اليوم عن باقي الأيام أو هذا اليوم عن باقي الدول بالنسبة لليمن الذي تعيشه المرأة بشكل عام؟ والله أنا أعتقد أنها يعني لن يفرق الشيء الكثير، لأنه هي مجرد شكليات، مسألة أن يكون هناك يوم عالمي للمرأة أو أن يكون هناك يوم عالمي للرجل، يعني كلها شكليات. أنا موجودة في نيويورك ومع ذلك لا توجد أي مظاهر يعني للاحتفاء بمثل هذه الفعالية بمثل هذه الأيام. يعني سمعت من بعض الأصدقاء أن المجتمع في روسيا يقوم بتوزيع الزهور على النساء في الشوارع، أنا قلت لهم لا عندنا ولا ورد ولا عندنا شيء في هذا البلد، فأنا أشوف أنه لا يفرق. الفرق الوحيد هو أنه هناك محاولة مستمرة لتذكير المجتمعات بأن الكثير من الحقوق لا زالت مهضومة بالنسبة للنساء، سواء في مجتمعات متحضرة أو في مجتمعات يعني متأخرة إذا جاز القول. تماما دكتورة، هذا هو سياق الحديث عندما نتحدث عن هذا اليوم، نتحدث عن ظروف المرأة بشكل عام وعن مظالم المرأة وكذلك عن الانتهاكات ضد المرأة على جميع المستويات. تحدثت عن ورود، تحدثت عن زهور ربما في بعض البلدان المتحضرة، نتحدث عن اليمن منطقة تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية، صنعاء وغيرها من المناطق الجغرافية التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية، بدل إهداء النسوة الورد قامت تلك الميليشيات بإعطائنا البنادق والأربيجيهات واستخدامهن في عمليات عسكرية، وإذا نجت هذه المرأة من هذا الانتهاك مورس عليها انتهاك آخر، هو منعها من أبسط حقوقها في الحرية والتعبير، وأيضا مورست في حقها انتهاكات كالاعتقالات وغيرها. حدثينا عن المرأة كيف تعيش اليوم في يومها العالمي في ظل سيطرة تلك الميليشيات الإرهابية. المرأة في يعني بشكل عام هي تعيش أوضاع صعبة، وفي ظل يعني أوضاع اجتماعية تنظر إلى دور المرأة بطريقة يعني منخفضة، أعتقد أنها بالتأكيد سيكون لها وضع أسوأ، بل هو وضع كارثي فيما يتعلق بوضع المرأة اليمنية في اليوم، وخاصة في مناطق الميليشيا التي هي أساسا يعني تعتبر كل ما حولها وسيلة للاستنفاع ووسيلة يعني للتكسب يعني الحصول على المصالح إضافية. الميليشيا تتعامل مع المرأة كشيء، لأنها ضمن ثقافتها وضمن فكرها المتخلف هي تعتقد أن كل من حولها هم أشياء بالنسبة لها، فما بالك بالنسبة للنقاط الأضعف التي تعتبر النساء والأطفال. فيتم التعامل مع المرأة كأنها شيء يتم استثماره، سواء فيما يتعلق في يعني الصراعات الداخلية والحروب، أو فيما يتعلق بكل المعتقدات من يعني التي كانت آخرها التدخل فيما يتعلق بتحديد النسل من خلافه. فالمرأة دائما هي النقطة الأضعف فيما يتعلق بالصراعات والحروب. الميليشيا تستغلها أبشع استغلال، ويعني تقودها نحو أوضاع كارثية. لم يكن يعرف أن هناك امرأة مختطفة أو امرأة تم سجنها بسبب الرأي، أو امرأة يعني تم الدخول إلى بيتها وتفتيشه ويعني سرقة ما فيه، لم يكن يحدث هذا مع النساء
ومطلقا وكان هذا هو من العيب الأسود. الميليشيا كسرت كل هذه الحواجز لأنها لا قيمة لها ولا سقف لها فيما يتعلق بعادات وتقاليد المجتمع أو حتى فيما يتعلق بالدين وما يتعلق بأي ثقافة تحملها. هي فقط لديها معتقدات متعلقة بالاستنفاع والمصلحة يعني الحصول على الأشياء بالطريقة التي تعتقد أنها ستجعلها تصل، سواء كانت يعني ضد الدين أو ضد الوطن أو ضد النساء أو ضد أي شيء آخر، فهذا متوقع منهم. ويعني للأسف يعني هذا من أكثر الأشياء المؤلمة في ما وصلنا إليه في يعني في حالة الصراع الدائر اليوم، والسكوت على هذه الميليشيا لمدة 6 سنوات. يعني تم اختراق الكثير من الحدود التي كانت تعطي للمرأة قيمة وتعطي لها يعني وتشكل لها مصدر قوة، وهذا هو الذي يعني وصلنا إليه. لكن أنا عندي نقاط أريد أن أوضحها إذا أمكن الآن أو يعني في أسئلتك القادمة. تفضلي، ما الذي تودين استيضاح دكتورة؟ أنا أحب أن يعني أتحدث أيضا في حول موضوع المرأة، بما أننا في يوم المرأة العالمي نتحدث عن وضع المرأة بشكل عام في اليمن، والذي هو طيب. يعني نعم. كل يوم بيصبح أصعب. طيب دكتورة قبل من الثقافة نعم. بخصوص من الأفكار التي هي ضمن الدين أو الثقافة الغير حقيقية، يعني ليست طيب. ليست بالضرورة أنها بهذه الصورة. فهناك كثير من الأشياء التي سببت يعني أن تصبح المرأة أثناء الحروب وأثناء الصراعات هي دائما النقطة الأضعف. طيب احنا الآن تحدثنا على 6 سنوات، يجب أن يكون العكس. نعم تحدثنا عن 6 سنوات عن وضع المرأة في المناطق التي تسيطر عليها. أيضا لدينا المرأة، وهذا ما كنت أستفهم منك، وربما أيضا يقودنا إلى بعض الإيضاحات التي تودينا إيضاحها. يعني قبل 6 سنوات وضع المرأة وأثناء الحرب كيف كان وضع المرأة، وأيضا لو تحدثين عن وضع المرأة في مناطق الخاضعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، يعني مقارنة عن وضع المرأة في هذه الظروف تحت سيطرة الميليشيا في المناطق المحررة قبل انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية. طيب احنا الان لما نتحدث عن وضع النساء في اليمن سنجد ان الكثير من القوانين يعني العمل المؤسسي الذي يستطيع ان يحمي المرأة ويدفع بها الى الامام هي قاصرة وليست قادرة يعني على ان تعطي للمرأة حقها. فاذا المرأة اولا هي مهضومة في ما يتعلق بكثير من القوانين، سواء كامرأة يعني عاملة أو كامرأة في يعني كزوجة أو الأسرة أو حتى في يعني كثير من الأشياء. فأنا أقول بأنه علينا أن نفكر فيما يتعلق بالنساء ودورهن الاجتماعي بطريقة مغايرة، وأن تكون المرأة أيضا يعني الآن لو كانت النساء نعطي تصور، يعني لو كانت النساء الآن بوضع اقتصادي مميز، بمعنى المرأة التي عندها القدرة على الخروج للعمل وعندها القدرة على إدارة البيت هي أقل تضررا أكيد يعني من المرأة التي كانت معتمدة على زوجها 100% وأصبح الآن الزوج يعني غائب أو ميت لا قدر الله أو مهاجر أو أي شيء من هذا القبيل. كلما كانت المرأة قوية في الوضع العادي في الوضع المألوف كلما استطاعت المرأة أن تردم الفجوة التي تسببها النزاعات والصراعات والحروب، وأن يعني تحمي الأطفال وتحمي الأسرة إلى أمد. فأنا أقول بأنه يعني التعامل مع النساء الآن كأدوار اجتماعية مضافة على، يعني المرأة تقوم بدورها الاجتماعي والذي هو غير مقدر كأم وكربة بيت وكعاملة، وأيضا المرأة اليوم تقوم بدور الرجل الاجتماعي وذلك بسبب غيابه وبسبب الأوضاع الصعبة، فهي تقوم بكل الأدوار الصعبة وهي غير مؤهلة. كثير من النساء، لا أقول جميع النساء ولكن أقول كثير من النساء غير مؤهلات للأسف، وبالتالي يدخلن في عراق صعب من يعني للحياة، وتجعل حتى يعني مسألة يعني أن يصبح الأطفال في مأمن أيضا مسألة عائمة، لأنه الطفل يدرك تماما إذا كانت الأم في يعني هي مصدر القوة أو هي مصدر الضعف. فأنا مع إعادة تفكيرنا في مسألة الأوضاع الاقتصادية للنساء، كيف نستطيع أن نجعل المرأة أكثر قوة اقتصاديا بمعزل عن الرجل، يعني مش بالضرورة أن تكون المرأة هي دائما يعني النصف الذي
يعمل، ولكن لا يوجد هناك منتج لهذا العمل، لا يوجد هناك منتج مادي واقتصادي، فبالتالي هي دائما النقطة الأضعف يعني في المجتمع. لكن بدأنا نلاحظ يعني بخصوص هذا الموضوع يعني مثل في سيئون، في المكلا، في عدن، حتى في مأرب يعني افتتحت مقهى خاص للنساء تديرها سيدات أعمال، وكذلك مشاغل في سيئون وغيرها سواء كانت خياطة أو مشاغل يدوية. يعني نتحدث عن حالة استقرار في مناطق الحكومة الشرعية تمارس مطلق الحرية في إنتاجها الخاص وبناء اقتصادها المستقل بعيدا عن مسؤوليات الزوج. يعني أليس كذلك ملاحظ في الآونة الأخيرة انتشار مثل هذه الأعمال؟ هذا ألا ينصفها قليلا؟ بالتأكيد بالتأكيد، المناطق التي لا تخضع لكثير لهذه الميليشيا، التي مثل ما ذكرت لك هي تتعامل مع المرأة كشيء، لا تتعامل مع المرأة كإنسان. إذا كانت تتعامل مع يعني الإنسان اليمني بشكل عام كشيء وتستغله في كل يعني مسارات يعني عملها خلال الفترة السابقة، تم تجنيد الأطفال، تم استثمار الشباب، تم، فما بالك بالنساء؟ يعني أكيد بيتم يعني انتهاك كل الحقوق، مثل ما ذكرت لك هي النقطة الأضعف، فبالتالي حيتعامل معها بكثير من الحقارة. أما بالنسبة لكثير من المناطق، أنا أقول لك أنه يعني أعرف نساء كثيرات في مأرب وفي تعز وفي يعني المحافظات اللي يعني أعرفها، المرأة تقوم يعني بالدور الاقتصادي من ناحية المشاريع الصغيرة، المرأة أكثر يعني قدرة على إدارة المشاريع الصغيرة وعلى استثمارها، لأن بالنهاية هي يعني تقدم المشاريع الصغيرة، تقدم يعني مبالغ بسيطة، ليست تلك المستوى اللي يعني نقدر نتكلم عنه فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة، لكن المرأة تستثمر هذا القليل لكي تحافظ على أسرتها يعني وتستطيع أن تقوم يعني بعملية متوازنة يعني في هذا الموضوع. ومع ذلك لا أستطيع أن أقول لك أن العملية سهلة، يعني في النهاية المرأة تقوم بجميع الأدوار، هي يعني إذا كانت حتى في المناطق المحررة هناك ضغط شديد من بسبب الوضع الاقتصادي العام، هناك ضغط شديد على النساء، وهناك يعني إذا كان الرجل يعاني أكبر معاناة فيما يتعلق بأنه يحصل على رزقه، فكيف بالنسبة للنساء التي هي أساسا غير مؤهلة؟ يعني أنا لا أتحدث عن المرأة التي هي كانت في عملها وما زالت لحد اليوم، لا، أغلب النساء يعني هن يعني ربات بيوت، أو حتى الذي يعني 50% من النساء مثلا في الريف وبيشتغلين في المنزل وفي الحقل، ومع ذلك ليس لها أي منتج اقتصادي، ليس لها أي يعني وارد اقتصادي من هذا العمل. فعندما يحصل أي تدمير في البنية التحتية، المرأة هي أول من يعني يتم ضربه وتنهار تماما، لولا يعني مسؤولياتها الكثيرة التي تجعلها بقدر الإمكان تحاول أن تستمر في الحياة لكي تحافظ على من خلفها. فالنساء يقع على عاهلهن في سواء في المناطق المحررة أو المناطق اللي تحت الميليشيا الضغط الاقتصادي الشديد، بسبب يعني لا زالت الدولة غائبة، الدولة غير قادرة على أن تقوم يعني بدورها كاملا فيما يتعلق باحتياجات المواطن البسيطة، فما بالك بالنسبة للنساء اللواتي لهم احتياجات إضافية، الأطفال الذي لهم احتياجات يعني طيب يعني أيضا كثيرة. فأنا أعتقد أنه هناك وضع صعب للجميع. نعم طيب، هذه الظروف الصعبة يعني خلقت أثناء الحرب كبيرة يعني فيما يتعلق بالميليشيا، ولكن بشكل عام الأوضاع عصيبة على الإنسان اليمني بشكل عام وعلى النساء تحديدا. نعم طيب دكتورة، هذه الظروف التي تتحدثين عنها الصعبة بشكل عام، فرضت على المرأة أثناء الحرب أم أنها هي تعاني من السابق؟ هي أكيد تم يعني تضاعفت، هي أكيد تضاعفت، لأنه كلما كانت البلد يعني مستقرة وهناك دولة بغض النظر يعني عن مستوى إمكانات وقدرات هذه الدولة، ولكن هي ستحقق نوع من الأمان ونوع من الاستقرار. أيضا سيكون هناك الوضع النفسي، يعني إحنا كمان لازم نتحدث إنه كثير من الأسر تم يعني تمزقت تماما بسبب الوضع النفسي والضغوط النفسية الشديدة على الطرفين،
طيب فهناك أكيد حالة يعني مؤلمة جدا، ربما نعم تحتاج مننا إلى يعني عشرات السنين القادمة دعينا فقط نتحدث عن هذه لمعالجتها، الآثار. سواء في التعلق الاقتصادي أو نفسيا. أنا أتكلم أيضا عن الكثير من المشكلات، النساء اللواتي فقدن أبنائهن وفقدن العائل، نعم تماما يعني دمرت بيوتهن، كل هذه ندوب لا يمكن أن نعم دعينا يعني نتحدث عن هذه تلافيها. الآثار ونخوض في بعض تفاصيل الدخول في خصوصيات المرأة، سواء كان في تحديد النسل، طبعا نتحدث عن مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، منعها في المزاولة أعمالها كما شهدنا بعض القرارات الصادرة من تلك الميليشيات الإرهابية، تجنيد المرأة، اختطاف زوج المرأة التي أصبحت تعيل العائلة وأسرتها وأطفالها. هذه الآثار التي خلفتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المرأة، ما هي الآثار المستقبلية على المرأة بتلك الانتهاكات؟ أنا أعتقد بأن يعني منظومة المجتمع شبه منهارة، وإذا لم تكن هناك خطط يعني واستراتيجيات يعني لعشرات السنين القادمة، فالمجتمع اليمني في خطر. المرأة هي العمود الفقري للأسرة كأم، ويعني يستند عليها الجميع، في خاصة في حالة غياب الرجل. وبالتالي نحن بحاجة إلى إعادة يعني صناعة وإعادة تأهيل النساء سواء في المناطق المحررة أو غيرها أو في مناطق الميليشيا، لأنه مثل ما ذكرت لك عملية الضغوط الشديدة التي وقعت على المرأة هي تؤثر بشكل كبير يعني نفسيا. وأما يعني يعني فيما يتعلق بالانتهاكات في مناطق الميليشيا، فهناك كسر يعني عنيف لكل المرتكزات التي كانت تستند لها المرأة واعتقادها بأن هناك، يعني نحن شخصيا يعني كنا في اليمن نشعر بأن هناك محاباة للنساء، حتى وإن كان هناك وضع اقتصادي معين نرفضه وهناك مشكلات معينة، ولكن كان هناك احترام عندما تكون المرأة موجودة في السيارة، يعني لا يتم تفتيشها، عندما يكون هناك نعم. يعني نساء في البيت لا يتم يعني الدخول ومن دون يعني ترتيبات مسبقة. أقول أنه المرأة وقعت في هذا طيب دكتور يعني باختصار وأعتذر تحت لضيق هذا الوقت، يعني للمرأة كان لها كرامة، نعم كانت لها كرامتها ومكانتها في المجتمع اليمني وفقا للعادات والتقاليد بالتأكيد. المعروفة، يعني كسرتها هذه الميليشيا الحوثي بالتأكيد. الإرهابية. اليوم المطلوب بالدور المجتمعي الإعلامي الديني وغيرها من المؤسسات المعنية في وضع حد لمثل هذا الكسر الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الانقلابية في وعي المجتمع اتجاه المرأة، باختصار إذا سمحتي. هذا كلام يعني صحيح، وليس فقط انا اريد ان اعود دائما للنقطه الاساسيه. انا اقول واؤكد بانه برغم ان هناك احترام للنساء في اليمن باسم العادات والتقاليد باشياء كثيره، لكن ايضا تركت المراه لكثير من العادات والتقاليد المشوهه والافكار الدينيه والقوانين، يعني نستطيع ان نقول ان بعضها ذكوري، تركت المراه لكل هذه الأشياء لتصبح النقطة الأضعف. أنا أعود وأقول النقطة الأضعف، بينما يجب أن تكون المرأة هي النقطة الأقوى في المجتمعات، هي التي تستطيع أن تسند الرجل وتستطيع أن تسند الأسرة وتقوم بكل واجباتها بصورة جيدة. فلا بد أن يتم يعني تلافي هذه النقاط هو من خلال الدولة، من إلى جانب عندما تعود الدولة، وهي ستعود يعني في هذه المناطق التي يعني تم انتهاكها وسحقها من قبل الحوثي، ويجب أن نعود للحديث حول أدوار النساء التي من خلالها تصبح فعلا شقائق للرجال وتستطيع أن تقوم بدورها كاملا في المجتمع والنهوض به، تستطيع أن تعيد يعني هذه الحلقات المفرغة من وجود النساء صنعتها للقرار، يعني التعليم، مسألة التعليم، النساء الريفيات، وصول الخدمات إلى كل مكان. المرأة تعاني من هذه الأشياء دائما، والمرأة مسحوقة في كثير من الأشياء. أتت الميليشيا فقط لتستثمر هذا الانسحاق يعني وتبالغ فيه وتعمل على استثماره. لو كانت المرأة قوية كانت هي تستطيع أن
تكون مشدودة أكثر مما هي عليها اليوم، ولكن مهم. حتى المرأة المغتربة، المرأة في دول التشرد، هي تعاني معاناة شديدة. وربما هذا ليس مكان للحديث يعني عن هذه نعم المواضيع، طيب. ولكن أنا أقول لك بأن النساء اليمنيات في كل مكان يعانين معاناة شديدة، ليس فقط كامرأة ولكن كأم وكأسرة، ويعني وهي المرأة معيلها اليوم أكثر من ما كنا نقول من قبل بأن الرجل هو المعيل. هذا اليوم غير صحيح، المرأة هي رقم واحد في إعالة الأسرة، وبالتالي نحن نحتاج إلى عملية كبيرة وشديدة فيما يتعلق بتغيير القوانين، فيما يتعلق بإيجاد مؤسسات تكون قادرة على تنفيذ القوانين التي هي لصالح الأم ولصالح الأسرة ولصالح المرأة، لأن هذا الشيء الوحيد الذي سيكفل للمجتمع أن يتعافى. غير هذا الشيء لن يتعافى المجتمع. بنصف دقيقة دكتورة نجلاء، يعني ما الذي تقولينه للمرأة في يومها العالمي للمرأة اليمنية؟ بنصف دقيقة دكتورة، أختم معك. والله أنا قلبي مع النساء في كل مكان، لأننا كلنا يعني وإن كانت بنسب متفاوتة ولكن كلنا نعاني في مجالنا، يعني في مكاننا. التي تعاني في اليمن من الصعوبات الشديدة والانتهاكات، والتي تعاني خارج اليمن من الضغوط الكبيرة لحياة جديدة ومختلفة ومجتمعات مختلفة تماما عن مجتمعاتنا، فبالتالي هناك معاناة في كل مكان للنساء. أتمنى من النساء أن تجد دائما من يستطيع أن يسندها، سواء مثل ما ذكرت لك يعني القوانين، المؤسسات، الجهات الداعمة، كل هذه الأشياء تستطيع أن تخفف على النساء. وأتمنى أيضا من الرجال أن يعوا هذه النقطة وأن يكونوا يعني ظهر قوي للمرأة، وأن يعملوا على مساندتها بكل الطرق من أجل أن يصبح لدينا مجتمع متعافي ومجتمع بخير. أشكر جزيل الشكر دكتورة نجلاء العمري رئيس ملتقى كندا الثقافي، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك دكتورة. مشاهدينا الكرام مستمرين معكم بعد هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير وما زلنا مستمرين معكم على الهواء مباشرة من برنامجكم مرصد الأحداث. حديث اليوم حول يوم المرأة العالمي والانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المرأة على جميع المستويات. حول هذا الموضوع كان هناك استطلاع دولنا الزملاء نتابعه سويا ونتعرف على آراء الشارع من خلال هذا الاستطلاع، يوم المرأة العالمي والانتهاكات المستمرة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية بحقهن. المرأة اليمنية تعاني معاناة كبيرة في شتى المجالات، في المناطق التي تم تحت سيطرة الحوثيين المرأة اليمنية تهان. المرأة اليمنية معروف أنها في اليمن مصانة، لها كرامة، لها عزة، لا يمكن الاعتداء عليها. المرأة اليمنية اليوم تفتش في النقاط، يتم تفتيش المنازل دون أي رقابة قضائية، يتم معاملتها بهمجية. هناك نساء تعرضن للضرب، هناك نساء تعرضن للإهانة، هناك نساء كثير طلعن على بعض شبكات التواصل الاجتماعي يحكن معاناة. إذن المناطق تحت سيطرة الحوثيين تتعرض فيها المرأة اليمنية لشتى أنواع الإهانات وشتى أنواع الاعتداء على حقوق المرأة. أيضا ليس هناك حقوق يتم إتاحتها للمرأة تحت سيطرة في المناطق التي يتم التعامل تحت سيطرة الجماعات الحوثية. المرأة اليمنية تعاني من أسوأ جرائم الانتهاكات ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، تعرض لأبشع جرائم التعذيب ويتهجموا عليهن إلى بيوتهن. وليس هذا من أسلاف وأعراف القبل اليمنية، إنما هي من أهداف الغزو حق إيران الجديد إلى اليمن. وأن المرأة اليمنية تحت سيطرة ميليشيا الحوثي محرومة من التعليم. على ما رأيت أن احنا في مارب، لله الحمد، لله الحمد، في نعمة عظيمة. المرأة الموظفة موظفة، وحرية مطلقة، الممرضة ممرضة، والمعلمة معلمة، والرفاهية في رفاهية، كل شيء لنا متاح وكل شيء لنا متيسر. لأني رأيت في صنعاء لا حول ولا قوة بالله مقطع مؤثر على ما رأيت، وتمنيت أني خرج هذا المقطع، والحمد لله لقيت من يوصل لي هذا الكلام. المرأة تهان في منطقة الحوثي، على ما أعتقد شفت في مقطع أنها تضرب عشان أرضية، من ذي يضرب مرة بالسلاح، تدقدق بالسلاح علشان تحافظ على أرضية لها، لأن رجالهم دخلوا السجن.
غلي عليها كل شيء، مع يعني صار عملها في المطبخ بالحطب بالكراتين بالذل، كثر الشحت كثرة البهذلة. الحمد لله على كل حال نحن هنا ذكر للمرأة اليوم العالمي، ذكر لها أن في لها يوم عالمي، خرجت تتكلم عن هذا اليوم. هناك لم أسمع لأي مرأة أي وجود عندهم المرأة. رجعنا للزمن القديم أن المرأة كجارية للخدمة فقط، ترسلت في تقاتل وتحارب، ما عاد فيش رجال لما يرسلوها تقاتل تحارب. أنا أرى أنها تهان، يعني تحملت العبء الثقيل لوحدها صراحة، يعني خصوصا في المناطق الغير محررة. أنا أرى المرأة اليمنية للأسف هي اللي أخذت العبء الثقيل في الحرب هذه، سواء من يعني إطعام أولادها أو المسؤولية كاملة. يعني أنا لا أدري كيف نحن نحتفل بالمرأة اليمنية خصوصا في هذه المناطق وهي في هذه الحالة. المرأة اليمنية تحتاج إلى الدعم، تحتاج إلى رفع المعنويات بما كرمها الله عز وجل ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ورفع من قدرها، لكن نحن نرى أنها انهان من قدرها ولم يرفع للأسف. المرأة اليمنية هي تعاني من تعامل سيء جدا في مناطق التي لا زال الحوثي مسيطر عليها، لحيث هم يتهجموا إلى منازلهم ويستخطفوا النساء ويحتجزوهن في سجون سرية مخفية، وتعاني من التعذيب، وليس هذا من الإنسان، ليس عندهم إنسانية، وليس عندهم يعني عرف في القبيلة ولا في النخوة، ولا يعني ولا راعوا يعني حتى نظام في القانون أنهم يعتدوا على ينتهكوا المحرمات ويعذبوا النساء بشكل يعني غير لائق. يعني بمناسبة العيد العالمي للمرأة نهنئ كل نساء العالم ونساء اليمن خاصة بهذا العيد، ونشيد على يعني نشيد على اهتمامنا بالجبهات ومؤازرتنا لهم، وكما سوف نحاكم لشيعة الحوثي الذين انتهكوا حرمات الإسلام وعذبوا المرأة ويعني ونهوا عنها العلم وبددوا كل حقوقها وأهانوا كرامتها. استغلت جماعة الحوثي شريحة النساء في كثير من أعمالها القذرة التي استهدفت فيها المجتمع اليمني خلال سنوات الحرب. استخدمت منها جاسوسة، استخدمت منها لتنفيذ أيضا عمليات إما تفجيرية إما غيرها في كثير من المناطق المحررة، إضافة إلى الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة. المرأة اليمنية اليوم نازحة لاجئة، المرأة اليوم تستهدف بالصواريخ، تستهدف بالقذائف ليس القليلة التي تعرضت له المرأة اليمنية، سواء كان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي. ندعو إلى إيجاد البرامج الخاصة بالمرأة من التأهيل النفسي وغيرها من البرامج، أيضا كواجب الحماية، وذلك المنظمات الدولية للأمم المتحدة المعنية بالمرأة أيضا أن تقف مع المرأة اليمنية في كل المحافظات اليمنية. شكرا للزملاء الذي عدوا لنا هذا الاستطلاع. وللحديث أيضا معنا السيدة بشرى العامري، المسؤول الإعلامي لتحالف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان. مرحبا بك سيدة بشرى. بشرى المشاهدين. أيوة معك. أهلا ومرحبا بك، سعد الله مساك بكل خير وكل عام وأنتن بألف خير. سيدة بشرى، ما الذي تم رصده من انتهاك للمرأة اليمنية في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية؟ طبعا أخي الكريم، بداية فيما العالم اليوم يحتفل باليوم العالمي للمرأة وسمي بعام النساء عام 2021، إلا أنني أراه أنه عام الحزن، العام الأسود بالنسبة لنساء اليمن، لأنهن اليوم يعانين ما لم تعاني المرأة اليمنية في أي عصر سابق. طبعا التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أعلن في بيان يوم أمس أننا استطعنا توثيق ما يقابل 1188 انتهاك قصي مقتل 1188
امرأة خلال فترة الحرب منذ العام 2015 وحتى العام المنصرم 2020. كانت ميليشيا الحوثي هي المسؤولة بشكل مباشر عن مقتل 749 امرأة، منها أيضا أصيبت 1957 امرأة على يد ميليشيا الحوثي، سجل اختطاف واختفاء ما يقارب 259 امرأة يمنية، أغلبها كانت في العاصمة صنعاء. أيضا بلغ ما اختطفته خلال سنين الحرب 229 امرأة. هناك العديد من الجرائم المختلفة أيضا كالغام، وهناك أيضا رصدنا وفاة 19 امرأة جراء الحصار وانعدام الأكسجين والمواد الغذائية. الجرائم عديدة ومختلفة لكنها كلها تؤكد أن المرأة اليمنية اليوم تعاني أشد الويلات جراء الانقلاب الميليشيا الحوثي. نعم، لماذا هذا الاستهداف للمرأة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية وتضييق الخناق عليها والدخول أيضا حتى ليس فقط على مستوى تلك الانتهاكات أيضا بل تدخلت بخصوصياتها، ما هي الرسائل ولماذا هذا الاستهداف؟ طبعا الاستهداف، هم يعلموا أن المرأة اليمنية على كافة الأصعدة هي امرأة داعية للسلام، حيثما حلت المرأة حل الأمان والاستقرار، وبالتالي هي ليست داعية حرب وليست مسعرة حرب، وهي أيضا تقاوم كل الظلم وكل الاستبداد، فهي إذن تعتبر درع للجمهورية ودرع للاستقرار والأمان، وبالتالي كانت الميليشيا سباقة منذ اللحظات الأولى للاعتداء على النساء، سواء في الوقفات الاحتجاجية في مراكز العمل. أي زعيم ميليشيا الحوثي بنفسه أسمى الحرب التي شنت على النساء بالحرب الناعمة في أكثر من خطاب له. أيضا ميليشيا الحوثي تعرف أن ثورة الحادي عشر من فبراير كانت تقودها النساء رفضا للظلم والاستبداد رفضا للفساد، وبالتالي كانت المهمة الأولى لهم هي كسر قوة النساء داخل أمانة العاصمة وفي بقية المحافظات. أشكرك جزيل الشكر السيدة بشرى العاملي المسؤول الإعلامي لتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف. نحن نكون مشاهدين الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، أشكركم على طيب المتابعة، كنت معكم أنا أحمد الفرحان، كما أقول لكم تحية طاقم البرنامج، نلقاكم غدا بمشيئة الله تعالى على نفس الموعد مع حدث آخر، في أمان الله.